بمناسبة عيد انتقال القديس يوحنا الإنجيلي، ترأس قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمدينة الزرقاء قداسا إلهيا في كنيسة القديس جوارجيوس الزرقاء. وقال قدسه في عدة القداس إن المحبة بين الرب يسوع المسيح والرسول يوحنا الحبيب كانت محبة طاهرة نقية بلا مصلحة، وعلى مثالها يجب أن تكون محبتنا لبعضنا بعضا، مشيرا إلى أن المحبة لا تسقط أبدا لأنها قائمة على التضحية نحو الآخر، متمثلين بمحبة المسيح لنا الذي أسلم نفسه للموت من أجل خلاصنا. عاون الأب قاقيش في الخدمة قدس الأب ستيفانوس مرجي بحضور جمع حاشد من أبناء الرعية. محبة المسيح للإنسان ما سقطت حتى بعد ما جدف عليه الإنسان وترك الله وأصبح الإنسان عدو لله. هي نموذج المحبة اللي علينا نحب بعضنا بعض، لأنه باطل بتكون عبادتنا إذا ما وصلت هاي المحبة لأخوي الإنسان، إذا ما قدر الزوج يوصلها لزوجته، إذا ما قدرت الزوجة توصل محبتها للأولاد، إذا الطالق إذا الصديق ما قدر يوصل محبته لصديقه، هون بتكون الإنسان ما بحب حقيقة، لأنه المحبة هي تضحية من أجل الآخر. المسيح ساخ مثل الشمعة، مثل أن ينور طريقنا، وعلى كل من يحب أنه يكون يضحي في فكره، في معتقداته اللي غير قابلة أنها تتنازل حتى يستطيع أنه يحب.